صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض أهل العلم حدد وقت النهي قبل أذان الظهر بعشر دقائق، وبعضهم بأقل من ذلك، فما هو القول الفاصل في ذلك؟ ما يتحمل عشر دقائق ولا حتى خمس دقائق، وقت وجيز ولا يعرفه إلا أهل الحساب وأهل الفلك، وهو وقت قليل جدا ما يتسع لصلاة. نعم.